عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هنا إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الحلقة ديال سبب موت صغار الأنانيب حديثي الولادة، يعني قبل الفطام. يعني بعد الفطام راه موضوع اخر، ولكن حنا نهضروا على حديثي الولادة، يعني الله كي ولدوا. كما كتشوفوا معايا عندي واحد 4 نسوات هنا، راه ولدوا في نهار واحد إن شاء الله، الحمد لله. يعني نهار واحد ولدوا فيه هاد 4 النسوات. اذا نشوفوا اسمه هو السبب اللي ممكن ان هاد النسوات، يعني كيفاش نحافظوا لهم على الـ 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 يعني الصغار ديالهم، يعني السبل يعني ديال التعامل، كيفاش نتعاملوا مع هاد الانانيب اللي ولدوا، يعني الامهات، باش ما نخسروش هذوك الصغار ديال الانانيب حديثي الولاده اللي يلاه تولدوا. كاين اول حاجه وهو عدم الرضاع. يعني الناس اللي كيشوفوا مره قلبوا النهار الاول، ما تقلبوهمش، خليهم النهار الثاني، النهار الثالث حاولوا انكم تفقدوا هذوك الانانيب الحديثي الولاده، وتشوفوا واش راه كرشهم يعني شبعانه. الا لقيتوا ان الانانيب ما مردعينهمش، عرفوا راه كاين خطا تمايا. يعني حتى الامهات ممكن انكم تقلبوا الحلمات ديالهم وتشوفوهم واش ناشفين ولا فيهم الحليب. اذا لقيتوا باللي كاين الحليب، وكاين حليب في الانثى، ولكن نقولوا كاين هذوك العدد، كاين اللي شبعان وكاين اللي لا، غادي مباشره غادي تمشيو تفقدوا عدد الحلمات وتقارنوهم مع العدد ديال الصغار. نقول نفرضوا مثلا هاد الانثى فيها 6 حلمات، وانتوما عندكم الارنب ديالكم، الارنبه يعني جابت عدد اكثر، ممكن تكون جابت مثلا 10، يعني هذوك 6، حنا نقولوا 6 هي يعني 6 الحلمات، سمو غادي يرضعوا 6، والربعه الاخرين غادي يبقاو بلا رضاعة. اذا هاد النقطه هذه ردوا بالكم منها، يعني العدد ديال الحلمات خصو يكون قد عدد ديال الصغار. كاين اللي غادي يقول لي وداك الشيء ديال الله، فعلا كل شيء ديال الله، ولكن الله عطانا عاوتاني واحد العقل باش نفكروا. يعني ممكن انكم تشدوا هذوك عدد ديال الصغار وتقسموهم لجوج مجموعات. المجموعه الاولى غادي شي غير بينكم، يعني بينكم وبين راسكم عفوا، غادي تشدوا مثلا واحد حاجز هكا في بيت الولاده وتحطوه بيناتهم، وتخليوا الام نتوما تتحكموا فيها فين غادي تدخل، غادي تدخل لهاد المجموعه ولا تدخل للمجموعه الاخرى. منين تدخل لهاد المجموعه كافة صافي، تخرجوها وتخليوا شويه ديال الحليب للمجموعه الثانيه، يعني يرضعوا هادو ويرضعوا هادو، ما تخليوش كلشي. مثلا هما 10 وعندكم نتوما غير 6 ديال الحلمات، وغادي يعني غادي يكون كافي، ما يمكنش غادي يكون كافيهم، لان 6 الحلمات غادي يرضعوا منها 6 ديال 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 الارانب صغار، والربعه الاخرين غادي يبقاو بالجوع. الا بقاو بالجوع ملي غادي تفقدوهم، غادي تلقاهم من النهار الاول النهار الثاني، هما الا ما رضعوش غير مره صافي كيوليو كيصيبهم واحد النوع من كيوليو ضعافين بزاف، وما كيقدروش يعني غير باش يتحركوا وينوضوا يرضعوا، ما كيتحركوش، اسمو كيوقع كيبقاو حتى كيموتوا. واحد هذه نقطه. كاين نقطه اخرى وهو تعرضهم للتيارات الهوائيه. لاحظوا معايا ان هاد البيوت مناش مصنوعه من طوله غالفانيزي، سمو دايرين فيها مغطيه هي كلها من التحت ومن الفوق وكلش، وكتبقى غير واحد الثقب، ديك الثقب هو اللي كتدخل منه الام باش تردعهم وتخرج. ميمكنش اننا نكونوا دايرينهم مثلا في هذه الجهه هنا هكا ونخليوها صافي راه غادي 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 يعيشوا، لا، ديك التيارات الهوائيه المجهده ممكن انها تاذيهم. كاين قضيه ديال تعرضهم عاوتاني، ماشي التيارات الهوائيه وانما البرد القارس. الا شفتوا درجه الحراره منخفضه بزاف بزاف بزاف، حاولوا انكم تغطيهم بهذا الكواش بحال هكا، يعني كاشه، تشدوا واحد الكاشه وتغطيهم بحيث ان البرد ما يدخلش بتاتا، انهم يكونوا يعني دافين. وفي الليل لما لا تشعلوا لهم بوله كما هذه، انا مقربها، شوفوا العلو
راه تقريبا قريبه لبيت الولاده. هاد البوله عندها جوج منافع، انهم الامهات كيبقاو فايقين باش 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 ياكلوا ويقدروا انهم يتقووا باش يعطيوا للصغار ديالهم الحليب، وفي نفس الوقت كي الصغار ديالنا كيدفاو، يعني حاولوا انكم تخليوا الضوء شاعل عليهم في الليل. كاين القضيه ديال البرد القارس، كننصحكم انكم تستعملوا الكواش والميكا حتى هي، لان الميكا يعني هي بمثابه عازل، يعني استعملوا الميكا هي الاولى وعاد زيدوا فوق منها الكاشه، يعني باش يكون واحد النوع من الدفء، ما يكونش يعني البرد قارس قارس لحد نتوما عبروا راسكم، غير نتوما راسكم الا لقيتوا راسكم مزيركم البرد عرفوا راه هذيك الحيوانات مسكينات هما غادي يكونوا راهم يعني قرصهم البرد. حاولوا انكم تدفيهم اكثر، واخا يكون تكون انا عندي غير السطح هنايا، ولكن كنحاول انني ديما نكون مراقبهم، اي حاجه راقبتوها غادي تصدق. اما باش تقول غير نخليهم تمايا واحد النهار تجي تلقى شي حاجه الصغار ميتين، كون متاكد بلي راك انت اللي درتي الغلط. لا، يعني اي حاجه راقبتيها وعطيتيها من وقتك، يعني ليل نهار، يعني الشغل الشغل، وان شاء الله ربي غادي يوفقك. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، يعني هاد النقاط حاولوا انكم تردوا بالكم منهم. الحلقه ديالنا هي هذه، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجام ما تنساوناش بزر الجام باش نزيدو القدام ونبقاو نصيفطو لكم مواضيع بحال هذا الشكل. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.